نفس الناس اللي كانت بتتكلم بتقول ان موسيماني ما قدمش افضل كوره مع النادي الاهلي بيكسب، بس طبيعه النادي الاهلي بيكسب، وانا مختلف، انا شايف ان موسيماني مدير فني جيد. ابتدت الناس ناره تقول ان في عروض لموسيماني لتدريب منتخب جنوب افريقيا، ولكن في النهايه الناس هي ابتدت تقلق، يعني الراجل ده هيسيب الاهلي وهيروح لمنتخب بلاده. موسيماني قال انا لحد دلوقتي ما جاليش حاجه، لو جالي عرض هحطه على الترابيزه واقعد اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب. دماغه مترتبه، موسيماني دماغه مترتبه، موسيماني عارف هو هينقل منين لفين، عارف هو هينقل منين لفين. بعد النادي الاهلي، بعد النادي الاهلي، لان موسيماني عنده احلام وطموحات كبيره مع النادي الاهلي. التوقيت اللي هيختار رحيل موسيماني او ان هو يعمل النقله، النقله هتكون في حاجتين، يا نادي اوروبي، وافتكروا كلامي ده كويس، موسيماني هتكون طموحاته يا نادي اوروبي يا منتخب بلده، هو ده اللي هو هيكون عنده فيه احلام وطموحات المرحله القادمه. موسيماني عايز يسطر تاريخ مع النادي الاهلي. وعايز اقول لكم جمله، جمله قالها موسيماني، جمله قالها موسيماني ليا انا شخصيا، اول مره اقولها دي، جمله قالها موسيماني ليا انا شخصيا. قال ايه؟ قال ان ماني وجوزيه عمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي، احلم واسعى للوصول اليه او تكسير ارقامه. افتكروا بقى الثلاث جمل دول، وان شاء الله باذن الله يكون عنده تاريخ كبير مع النادي الاهلي، يوصل لماني وجوزيه وكمان يكسر ارقامه. دايما النجاح انك توصل للسقف وتوصل للعالي.